وإنزال المني أيضا من الرجال والنساء لو حدث هذا ونزل ذلك السائل منه وخرج. طب افرض نزل وما خرجش، يحدث هذا في بعض الأمراض إنه المني ينزل ويشعر به، بل ولو جئنا بالمجهر لرأيناه لكنه لا يخرج. إذا حدث هذا يبقى ليس عليه اغتسال، يبقى لابد من الخروج. طيب ما هو هيخرج مع البول، لأن هو اللي بيحصل إن في حاجة اسمها البروستاتا وفي حاجة اسمها المثانة، فهو بينتقل من البروستاتا إلى المثانة، أدي اللي ما بيخرجش. كمان شوية رايح يتبول كده خرج. يبقى إذا حدث هذا بعد ما يتبول يجب عليه الاغتسال. ليه؟ العلة أن المني خرج قطعاً.